السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف السابع؟ طبعا تناولنا يا سابع قاعدة الضمائر المتصلة، حكينا عن ضمائر الرفع وحكينا عن ضمائر النصب وضمائر الجر. حكينا لكم يا سابع إنه في أربع ضمائر مشتركة بالنصب والجر، أربع ضمائر مشتركة بالنصب والجر اللي هي كاف المخاطب، هاء الغائب، ونا ويا المتكلم. هاي الأربع ضمائر مشتركة بين النصب وبين الجر. الآن حكينا إنها بتكون في محل نصب إذا جاءت مع الفعل، وفي محل جر إذا اتصلت بالاسم أو بحرف الجر. طبعا النا ممكن تكون فاعلين، ممكن تكون مفعولين، ممكن تكون في محل جر، حسب هاي النا رح تشترك بين الثلاث حالات. هسا رح أوضح لكم إياها. خلينا نشوف، افتح لي الكتاب صفحة 12، نشوف المثال الأول عند ضمائر النصب المتصلة. هل يمكنك أن تشارك في إعداد برنامج الرحلة؟ الآن بنلاحظ يا سابع إنه في عنا كاف مخاطب، اتصلت مع مين؟ يمكن زائد الكاف، إذا الكاف هنا اتصلت مع إيش؟ مع فعل. اتصلت الكاف مع فعل، بما انها اتصلت مع الفعل اذا بعتبرها من ضمائر ايش؟ من ضمائر النصب. حكينا لكم اذا اتصلت مع الفعل هاي الضمائر الاربعه راح اعتبرها من ضمائر النصب. اذا بحكي عن الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. كاف المخاطب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب الآن اشترى قيس كتابا وأهداه إلى أمه. منلاحظ أنه في عندنا هون ضمير وهو الهاء، هاء الغائب. هاي شو منسميها يا سابع؟ هاء الغائب. طيب عشان أعرف أنه الضمير رفع أو نصب أو جر، طبعا حكينا لكم هاي الأربع ضمائر ما لها دخل في الرفع. إذا شفتها إما بدور على فعل أو على اسم أو حرف جر. الآن منلاحظ انه هاء الغائب اتصلت مع الفعل اهدى زائد هاء الغائب، اذا على طول بحكي عن الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب ايش؟ في محل نصب مفعول به. ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. قال الاولاد شاركنا صديقنا حمزة في حل اللغز. هليك معي؟ شارك زائد نا. منلاحظ انه قبل النا فتحة، معناته هاي نا ايش؟ نا المفعولين. بما انه مفتوح ما قبلها يا سابع، اذا هي نا ايش؟ نا المفعولين. على طول بما انها نا اتصلت مع فعل، النا مع الفعل لها حالتين، ممكن رفع وممكن نصب. اذا كانت ما قبلها ساكن بتكون في محل رفع فاعل، اذا كان ما قبلها مفتوح في محل نصب مفعول به. بما انه النا هنا مفتوح ما قبلها، إذا هي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. ماشي يا سابع؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أربعة، سرني الذهاب إلى حمامات ماعين السياحية. سر، طبعا هاي النون الوقاية. سرني أنا، إذا هاي ياء المتكلم. بما إنها ياء المتكلم يا سابع مش ياء المخاطبة، واتصلت مع الفعل، إذا هي راح تكون ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. يعني يا المتكلم يا سابع بس تشوفها مع الفعل مستحيل تيجي من ضمائر الرفع، مع فعل على طول في محل نصب مفعول به، بينما يا المخاطبة بتكون مع الفعل في محل رفع فاعل. طيب الآن هون في عندي صفحة 13، تحاور مع أحد زملائك في تحديد نوع الضمير المتصل فيما تحته خط. هاي رح تكون لك واجب يا سابع. صانك النظر في عواقب الأمور من الوقوع في الخطأ. بحث فراس عن السعادة فوجدها في راحة النفس. شوف للضمير المتصل واعرب لي إياه، هاي رح تكون واجب معك يا سابع.
طيب خلينا نشوف الأمثلة على ضمائر الجار المتصلة. 1. قال الأصدقاء ليس منا من يتمنى السوء لغيره. الآن نفس هاي الضمائر، كاف المخاطب، هاء الغائب، النا، وياء المتكلم، نفسها حكيناها في النصب، بس شو الفرق؟ عشان أعتبرها من ضمائر الجر لازم تدخل على اسم أو حرف جر. عشان أعتبرها يا سابع من ضمائر الجر لازم تدخل على اسم أو حرف إيش؟ أو حرف جر. خلينا نشوف، ليس منا، الآن أصلها من زائد نا، منا هاي أصلها من زائد نا، يعني هون في عندي حرف جر. بما إنه الضمير نا اتصل مع حرف الجر، إذا على طول رح يكون إعرابه ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. يحفظ المريض نفسه إذا تقيد بإرشادات الطبيب. نفس زائد الهاء. منلاحظ أنه هون الضمير هاء الغائب اتصل مع مين يا سابع؟ مع اسم ولا حرف جر؟ اتصل مع اسم. بما أنه مع اسم، إذن طبعا من ضمائر الجر راح يكون من ضمائر الجر، بس إذا كان مع حرف جر في محل جر بحرف الجر، وإذا كان مع اسم في محل جر مضاف إليه. 3. ما حك جلدك مثل ظفرك. ظفري زائد كاف، ظفرك أنت، هون في عندي يا سابع كاف المخاطب اتصلت مع الاسم، طبعا ظفر اسم، إذا شو بحكي عنها على طول؟ ضمير متصل مبني في محل جر، شو؟ بحرف الجر ولا مضاف إليه؟ طبعا ما اتصلت مع حرف الجر، مع اسم، إذا في محل جر مضاف إليه. 4. قال الشاعر جميل علوش وطني أنت لنا نعم الوطن طبت للحر مقاما وسكن. وطني، وطن زائد ياء المتكلم، وطني أنا، ما بصير تحكي عن ياء المخاطبة، وطني أنا. طيب منلاحظ هون أنه ياء المتكلم اتصلت مع اسم، معناته بحكي عنها ياء سابع على طول ضمير متصل مبني. بقدر أحكي عنها في محل نصب؟ لا، لأنها ما أجت مع الفعل، إجت مع اسم مبني في محل جر مضاف إليه. ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. 7. ناقش زميلك في المحل الإعرابي للضميرين المتصلين فيما تحته خط فيما يأتي. يعلن أصحاب المصانع عن منتوجاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. قالت مديرة الحفل نرحب بكن أيتها المبدعات. هاي راح تكون معك واجب، راح تكون معك واجب. طيب الآن راح أحكي لك ملاحظة، اللي هي الضمير المتصل نا، الضمير المتصل نا راح يشترك في الرفع والنصب والجر. الضمير المتصل نا يا سابع هو الوحيد من بين الضمائر اللي هو راح يشترك في الرفع والنصب والجر. الآن كيف راح نميز؟ الآن نا إذا كان مفتوح ما قبله زائد فعل، نا إذا اتصل مع الفعل له حالتين، إذا اتصل مع الفعل له حالتين، إذا كان ما قبله مفتوح في محل نصب مفعول به، يعني راح يكون من ضمائر النصب. أنا بحكي عن الفعل، وإذا كان ما قبله ساكن، الحرف اللي قبليه ساكن، إذن راح يكون من ضمائر الرفع
وراح يكون في محل رفع فاعل، راح يكون في محل رفع فعل. إذا نا مع الفعل له حالتين، إذا كان مفتوح ما قبله في محل نصب مفعول به، وإذا كان ساكن ما قبله في محل رفع فاعل. هاي بالنسبة حكينا عن الرفع وعن النصب. الآن بالنسبة للجر، الآن النا مع الاسم أو مع حرف الجر راح تكون في محل جر، يعني راح تكون موقعها جر، في محل جر، إما بحرف الجر إذا اتصلت بحرف جر، أو مضاف إليه إذا اتصلت مع مين؟ مع الاسم، أو مضاف إليه إذا اتصلت مع الاسم. ماشي يا سابع؟ هيك تقدر تميز الضمير النا كيف راح يكون. الآن عشان تميز النا يا سابع، المطلوب انك تعرب لي النا في الكلمات اللي راح اعطيك اياها. مثلا عندي زارنا، زرنا، زيارتنا، وإلينا. اعرب لنا في هاي الكلمات وميز لي اياها، وين الرفع وين النصب وين الجر. الآن انت راح تنظر للحركة بس اذا كانت مع الفعل، مش تيجي تنظر لزيارتنا، اذا كانت مع الفعل بس تنظر للحركة، غيره معروف، مع الاسم مع حرف الجر معروف راح تكون في محل جر. الحصة القادمة ان شاء الله السابع راح نحل التدريبات صفحة 14 و15. لا تنسى الواجب، ويعطيكم العافية.